احنا رايحين هسه على خان الوكالة، خليكم معنا. نابلس هاي واحدة من اشهر المدن الفلسطينية، حيث تشتهر بصناعة الصابون وبيوتها القديمة وشوارعها التي تشابه شوارع القدس. يا اخوان مدينة نابلس غريبة بجمالها، جمال مش طبيعي. وفي هذا الفيديو يا جماعة بدي اوديكم على مناطق يمكن ما شفتوها من قبل، راح اوديكم على البلدات القديمة النابلسية، وراح نفوت محلات وراح نستكشف الاشياء اللي في المحلات، راح نشوف كم اعمار المحلات اللي راح نفوت. ابكم. مرحبا بكم في فيديو جديد يا شباب. احنا حاليا فايتين على خان الوكالة. مناطق أثرية يا شباب، يعني شوفوا كيف دايما يا شباب هذول الناس النابلسية بحافظوا عليها عشان حافظوا على حضارتها وحافظوا على الاحجار هذول القديمة، يعني هاي قديمة وتاريخية هاي البيوت يعني اللي برجيكم فيها حاليا، يعني ما شاء الله. هاي خان البكالة، محلات أثرية. هاي هي البيوت القديمة والحارات القديمة النابلسية، ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. يعني هاي البيوت القديمة الجميلة. وهذا من الكافيهات القديمة والأثرية، مزبطينه يعني. هاي حارة الياسمين النابلسية. هاي شباب في طريق الكيت محل ببيع هيك شغلات، سبحان الله شغلات أثرية يعني. يا حاج هاي يا شباب ساعات أثرية، تفتح من هنا مش عارفة أنا قديش تكسبها الواحد. ما شاء الله محلات أثرية. هاي فانوس بسموه بذوي في النور،
عشان هيك سموه فانوس. هذا زيتون يسموه رصيح يا شباب. 2 كيلو يختلف عنه. هذا زيت زيتون، هذا فلفل. إخوان هذا اللي أمامكم بيستخدموه للأطفال اللي نطقهم متأخر، يعني الأطفال اللي نطقهم متأخر بيستخدموا هذا في الرسم. اشتهرت ايضا نابلس بصناعة الصابون يا شباب. شوفوا هذا صابون يا شباب، شوفوا يا شباب هذا المحل عطار العبوة، اقدم محل في مدينة نابلس حيث يرجع عمره إلى 400 عام. وهنا هو مدخل الحمام التركي يا شباب. طبعا الجميع بيعرف انه نابلس اشتهرت بالكنافة النابلسية. وهذا دوار المنارة يا شباب من باب الساحة. هذا هو مشهور، هذا راح صوره صورة ونزله على انستغرام يا شباب. مسجد النصر تم ترميم وعاد تأهيل برج السلطان عبد الحميد الثاني بتمويل من وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا. احنا حاليا في شوارع نابلس، خصوصا في شارع الحطين، شارع حطين اللي بيشتهر بتشابه شوارع القدس. شوفوا يا شباب، اشتراك بالقناة، اعطونا لايك، خلينا نوصل 1000 مشترك في اقرب وقت في سعر